إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله يعني نستهل الكلام على هذا الكتاب الجليل، كتاب التدليس في الحديث، حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به، يعني طبقات المدلسين. أدى لشيخنا الفاضل الكريم الدكتور مصفر بن غرم الله الدوميني، هذا الرجل من الرياض، يعني هو أخذ الدكتوراه من الأزهر، هو رجل وتد في علم الحديث، وإن كان ليست له تخريجات أو تعليقات أو تحقيقات، لكن كان يهتم بالجانب النظري أكثر، فهو سحل في هذا الجانب. له كتب ماتعة، منها نقد متون السنة ومنهج الترمذي في كتابه، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. أقول السنة النبوية من الأهمية بمكان، وتظهر أهمية السنة بعلاقتها مع كتاب الله جل في علاه، فهما صنوان متلازمان يترافقان، لا يمكن أن يفترقا بحال من الأحوال. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عمران بن حصين: إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وما ذلك إلا لأن الله جل في علاه قال: وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا التبيين يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبشرعه الذي شرعه، أو نقلا لشرعه وحيا عن الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأهمية السنة تظهر هنا لأنها مبينة لكلام الله جل في علاه، مبينة لمراد الله جل في علاه في كتابهم. وألوان التبيين لكتاب الله جل في علاه أنها مفسرة للمجملات ومبينة للمشكلات ومقيدة للمطلقات وأيضا مخصصة للعمومات. فهذه السنة النبوية الحافلة هي التي تفسر لنا وتبين لنا مراد الله في كتابه. انظر مثلا، قد أمر الله بأمر لو البشرية بأسرها جلست تفسر هذا الأمر ما استطعت أن تصل إلى ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى في غير ما آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من يعرف أن صلاة الصبح مثلا تكون ركعتين؟ من يعرف أن صلاة الظهر تكون أربعة، أو المغرب ثلاث، أو العشاء أربعة؟ من يعرف ذلك؟ من يعرف المواقيت؟ من يعرف شروط الصلاة، أركان الصلاة؟ هذه لا يعرفه أحد. ما المجملة؟ وأقيموا الصلاة. ولذلك هذه الآية هي الرد القاطع القوي على القرآنيين، القرآنيين الذين ينظرون إلى كتاب الله ويرمون بسنة صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهرية. هذه الآية قاطعة مع أنها من كتاب الله، وردا قويا عليهم. كيف ذلك؟ أولا توافقونني؟ السكوت، رجعنا للسكوت ثاني. هي المسألة كلها مسألة مدارسة، لأنها ليست مسألة مدرس وتلميذ أبدا، والله هذه الجلسة جلسة مدارسة بيننا وبين إخواننا، نتدارس العلم. وكانت المدرسة قد بينت هي من أجل ما يتعلم به طالب العلم. ما يصح، لا والله ما يصح، ما أستطيع أتكلم بعد الشيخ أحمد. الشيخ أحمد له منا علي أيضا ما يعلمها إلا الله جل في علاه، أو منا. هذا الرجل أنا أرى فيه أخلاق والذي نفسي بيده ما رأيتها في كثير من الإخوة، إن لم أقل في كل الإخوة اللي هم من طبقة الشيخ أحمد، له أخلاقيات سامية جدا. يعني أنا الملازمة معه كانت شديدة شوية، يعني أنا أصلا ما استرقت عنه بحال من الأحوال، لا ليل ولا نهار، إما بالبدن وهذا كان أكثر الأحوال معا، وإما طبعا بالذهن والتفكير والدفع لطلب العلم، إن هو كان دائما يدفعني لذلك، جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الرجل له رقة في قلبه عديدة، وأنا كنت دائما لما أنظر لرجل مرموق ما أنظر إلى ما عنده الذي أهله لأنه يرتقي،
أبدا، لأننا أعلم أن الإنسان إذا على ليست منه، وما بكم من نعمة فمن الله. فتدبرت الأمر فوجدتم للمسألة في الشرع إما في الكتاب أو في السنة مدارها على الداخل لا على الخارج. الله جل وعلا يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما من أحد إلا وازل، ما في أحد فينا ملك، لكن ينصب الأمر على التقييم الرباني بالقلوب وطهارة القلوب. فلما تدبرت الأمر قلت هذه الرفعة لا تأتي من خواء، الرجل في باطنه شيء، ولذلك الله جل وعلا يرفع من يشاء بما في الباطن. حتى الفهم، الأخ ده عنده ذكاء في علو لا تراه في أحد، يعني إذا فرغتوه دون الخطابة وغيرها وجلس وحده وهكذا ممكن يكون مشروع عالم صاحب أمة رزقه الله ذكاء عاليا. وهذه أيضا لا تكون إلا بنقاء القلب. ابن عباس بسند صحيح كان يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، فرد المسألة في الفهم بالنية. وهذه أيضا مستقاة من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة، ليست ويعلمكم الله ليست دليلا على العلم، لكن هذه المنصب على العلم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة تفرقون به بين الحق وبين الباطل. وأنا يعجز لساني عن أن أنا أتكلم عنهم، وإلا الأصاغر دائما يعرفون أقدارهم فلا يتكلمون عن الكبار إلا بالتقدير والاحترام. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معه ومعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، نرافقه ولا ننزل عن هذه الدرجة أبدا، وأن يغفر لنا زلاتنا ويعني يذكر علينا عيوبنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قد تكلمنا في مستهل الكلام على أن السنة مع القرآن سنوان لا يفترقان بحال من الأحوال، وأن القرآن كما قال عمران بن حصين القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقد بينا أن السنة تبين مجملات أو مشكلات القرآن. الله جل وعلا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من يعرف أن إقامة الصلاة تكون 4 ركعات مثلا في الظهر، تكون 2 ركعتين مثلا في الصبح، هذه ما تكون إلا بالسنة. أيضا الزكاة، الزكاة لها نصاب ولها حول يحول على المرء حتى يخرج الزكاة ويخرجها عينا أو يخرجها مالا، هذه أيضا لا تكون إلا من السنة. فالسنة كما قلت مبينة ومقيدة وأيضا مخصصة للعمومات. فلما ظهرت أهمية السنة عند علمائنا وعند السلف الصالح علموا أنه لا بد من الحفاظ على هذه السنة وعلى المحفل الغفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها التي ستبين لنا مراد الله جل في علاه، لأن في الأول والآخر أنت وظيفتك قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ولن تتعبد لله جل في علاه حق العبادة إلا إذا عقلت عن الله ما أمرك به، ولن تعقل عن الله مراده إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اهتم العلماء بالسنة، ثم بعدما اهتموا بالسنة نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس وعن غيره من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان الصحابة من أشد الناس تحريا على ضبط القول، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. ولذلك ترى علي بن أبي طالب قال ما حدثني أحد، حتى من الصحابة أو من التابعين، ما حدثني أحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمرت أن يقسم بالله، يعني حلفت بالله جل في علاه أسمعت ذلك من رسول الله إلا من احسنت. أبو بكر قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر صديق من فوق 7 سماوات ليست من الأرض. فهذه بيان لتحري الصحابة على ضبط أن هذا القول من رسول الله. وكان عمر بن الخطاب لا يرضى، وهذه حتى لا تشكل عليكم، لو كانت إشكال لابد أن أنا أرفعها، قولوا هو إشكال أم لا. عمر المخطاب ما حدثه أحد بحديث إلا قال له ائتني بشاهد، هذه فيها إشكال، عندكم إشكال فيها؟ عندكم إشكال فيها إشكال ولا أمر عليها مرور الكرام؟ فيها إشكال عليكم؟ يبقى لابد نفتح الإشكال ونحل الإشكال. هو الإشكال طبعا بيحتج به بعض المتنطعين الذين يقولون لا تقبل أحاديث الإيش؟ الأحاد، لا سيما في العقائد. والرد على ذلك وليد بأن عمر بن الخطاب ما كان في هذه المواقف لا يرد حديث الأحاد، بل قابل كثيرا من حديث الأحاد. نقول لهم أولا إيجابا، عمر بن الخطاب لما نسي حديث عمار بن ياسر في سفرة معه، ولما أجنب عمار ومرغ نفسه في التراب وعمر ما تيمن، قال له عمار قد
نسيت أنني وأنت كنا في سفرة وحكينا عن الإنسان أو قصصنا عن الإنسان ما فعلنا فأقرني على ذلك؟ فقال انظر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو أردت، وهو ولي أمره وهذا سمع وطاع له، قال لو أردت أن أنقبض على رواية الحديث أكف عن رواية، قال لا أروي ونوليك ما توليت. فهذا قبل منه وهو حديث أحاد، بل القصة كان فيها عمر ومع ذلك يعني أدرك أنه قد وهم وترك الأمر إلى الراوي نفسه وقال نوليك ما توليت. فهو لا يشدد في هذه المسألة إلا لحكمة. ففي المسائل التي فيها الأحكام وتحتاج لضبط يريد الشاهد، لا أنه يرد حديث الأحاد، وحديث عمار ظاهر جدا عندنا أنه ما يرد أحاديث الأحاد. الإشكال كده فهم بإيجاز، فهم ولا نتوسل فهم، الحمد لله. الغرض المقصود كان الصحابة لهم تحري فائق حتى يعلموا هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وأيضا أبو بكر فعل ذلك عندما قام المغيرة بن شعبة لما جاءته المرأة قالت ما ميراثي، ميراثي كم؟ فقال لا أعلم لك ميراثا في كتاب الله جل في علاه، ولا تأمن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتظري حتى ننظر المهاجرين والأنصار. فقام المغيرة بن شعبة فقال عندي فيها سنة، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أتيني بشاهد، ما قال أتيني بشاهد ليرد حديثه، لا، لأن هذا حكم فيه مال، فأراد أن يعضده بغيره. فإذا كان الصحابة يتحرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الجهابدة بعدهم والسلف الصالح، قالوا لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولما كانت السنة مكانتها من القرآن هذه المكانة، فلا بد من أن نتأكد تأكدا تاما أو غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام. فوضعوا له أصولا ووضعوا له قواعدا لا بد أن يتتبعها طالب العلم أو العالم الذي يريد أن يأخذ الحديث بسند كالشمس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا من هذه الشروط والضوابط التي وضعوها، وضعوها شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة الحديث الصحيح لا يقبل عندهم بحال من الأحوال إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط أو أربعة شروط، ها أو أربعة، ما هم ممكن اثنين يخشوا في واحد، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ممكن طالب علم يرد علي أو يردد لي هذه الشروط الخمسة؟ نحن نتسامح في ضبط الكتاب وضبط الصدر، اللي هيتكلم هيقول لي ضبط صدر أو ضبط كتاب عشان أعرف. الإخوة اللي ضبطوها كتابا، ضبط كتاب ولا ضبط صدر؟ نسأل الله ربنا يثبت لك حفظك. تفضل. هو ما اتصل إسناده بنقل عن مثلي إلى منتهى من غير، طب في ضبط كتاب، طب ضبط صدر، هاسمع ما شاء الله الحفظة كثر الآن، جيد، ها أحسنت جزاك الله خير. ثالث عشان نثلث، ها قال إيه؟ ما قال عدل، قال عادل. طب ما الفرق بين العادل والعدل؟ فيها فرق، أنت أحسنت، أنت نبهت، المسألة مهمة كانت ستمر، لكن فيها فرق. ما الفرق بين عادل وعدل؟ طب أنا أقرب لكم، هذه متعدية وهذه ذاتية. أحسنت، وعادل مع غيره في أحكامه وفي معاملاته، فهذه متعدية والثانية ذاتية. فالطيب نقول هو بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. جيد. إذن الشرط الأول وأهم شروط ما اتصل سنده، واتصال السند لا يكون إلا من رواية التلميذ عن شيخه، أن يسمع من شيخه. ولذلك علماؤنا أخذوا المدلسين ووضعوا عليهم سياج عظيم، يعني ترى الليث ابن سعد مفخرة المصريين، هذا الليث يعني سطر بماء الذهب بما فعل معه. يا رب يعرف المسألة دي عجيبة شوية، ها مع أحسنت مع أبي الزبير، أبو الزبير مدلس، وفي حديث في مسلم عن أبي الزبير عن جابر، لكن العلماء قالوا بعد الشروط والقيود كما سنبين إن شاء الله في تمرير عن عنة المدلس، قالوا وأبو الزبير تمر عن عنته سواء بقى في الصحيح أو في غير الصحيح، تمر عن عنته إن كان الراوي عنه هو الليث بن سعد. لما؟ قالوا لأن هذا قيد وشرط، فإن الليث بن سعد كان يوقف أبا الزبير فيسأله ويقول سمعت هذا من جابر، ما يكتب ليس ما يكتب ما يأتي أبو الزبير ويقول عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لا دعك من العنعنة الآن، أبا الزبير أسمعت ذلك
من جابر فيقول سمعت من جابر، فيأتي الليث فيقول وهذا الحديث قد سمعه أبو الزبير من جابر، ثم يأتي بالحديث الثاني يقول أسمعت هذا، يقول لا حدثني به فلان عن جابر، فيفسر ويصحح ويقول وهذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر. فالحرص على اتصال السند كان من الرواة ومن الثقات وأيضا علماء الجرح والتعديل، وهذا الذي سندرسه في الأشهر المعدودة وهو اتصال السند. من أراد البداية فيكون معنا في البيقونية، لكن هذا يعني مرتبة أعلى، اتصال السند الذي هو الشرط الوثيق حتى نعلم هذا الحديث صحيح أم ضعيف. اتصال السند حياتي في التدليس والإرسال والإرسال الخفي، وللكلام على التدليس وطبقات المدلسين لابد أن نأتي بكل لفظة وكل علم يمس هذا العلم، فالإرسال مرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بالتدليس. فلذلك المصنف ابتدأ بتعريف المرسل. أولا قبل أن نتكلم عن المرسل، ما علاقة المرسل بالتدليس؟ الأغرار كثيرا إذا سمعوا أهل العلم تكلموا في المسألة، والمسألة لها أصل وفصلين مثلا كما يقولون، لها أصل وفصلان أو لها أصل وفروع، ومن تشبع بذلك أو من أعطانا وبين لنا جدية البحث في ذلك اثنان، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهم. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية أي مسألة لها شعب وأصول وفروع يأتي بها من المشرق ومن المغرب، لذلك الجهل الأغرار الحسد الحقد عليه كانوا يقولون هذا غر لا يعرف شيء عن العلم، نسأله عن المشرق فيأتينا بالشمال والجنوب والشمال الشرقي والغربي ونحن سألنا عن المشرق فقط. فيزيل ابن القيم ويقول وهذا من ضعف بضاعتهم وجهلهم وسعة علم الرجل هو شيخ الإسلام ابن تيمية وإتقانه وضبطه. ولذلك ترى كثير ممن يؤصل ينظر هذا الأصل له فروع وشعب لابد أن نأتي بها حتى نفسر هذا الأصل ويكون سهلا بسيطا لطلبة العلم. فعلاقة المرسل أو الإرسال بالإسناد الإسقاط، علاقة الإرسال بالتدليس هو الإسقاط، علاقة الإرسال بالتدليس هو الإسقاط. المدلس يأتي يروي عن شيخ من شيوخه مثلا كسليمان بن مهران ولقبه الأعمش، الحمد لله الأعمش كان مدلسا وكان بحرا ثقة ثبت كما قال الذهبي عنه إذا صرح فلا كلام، يقول الأعمش إذا قال حدثني فلا كلام، والأعمش كان بحرا لكنه كان مدلسا. فإذا نظرنا في إسناده مثلا قال الأعمش عن أنس بن مالك، وهذا فيها بحر حروب مع العلماء، هل سمع هو رأى أنس، هل سمع من أنس أم لا، لكن إذا قال عن أنس وهو مدلس ينظرون في هذه العنانة. الآن لابد أن تكون واسطة بين الأعمش وبين أنس، أنه الصحيح الراجح أنه لم يسمع منه، أين الواسطة؟ قد أسقطها، فلابد أن نبحث عنها. أيضا إذا قلت مثلا لسعيد بن المسيب يروي عن ابن المسيب يقول ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سعيد بن المسيب لم يعاصر، طبعا الفرق بينهما أن المعاصرة وأن ده شيخه أو غير شيخه لن ندخل في التفصيل، الغرض المقصود أبين أن العلاقة الإسقاط. هنا الأعمش يروي عن أنس بينهما واسطة، أين الواسطة؟ سقط على الراجح عند المحققين المحدثين في أن الأعمش لم يسمع من أنس. سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب في خلاف في سماعه من عمر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سعيد من طبقة التابعين ليس من طبقة الصحابة، يبقى إذن بينه وبين النبي ها بينهما واسطة، طبقة بينهما واسطة، يبقى إذن انظر إلى العلاقة، الأعمش وأنك أسقط بينهما واسطة، سعيد بن المسيب عن النبي أسقط رجلا بينهما واسطة، إذن اتفق في إيش؟ في الإسقاط، إسقاط الواسطة. وافترق، ما الفرق بينهما؟ أن المرسل لم يعاصر من أرسل عنه، المرسل لم يعاصر من أرسل عنه لأنه طبقة فوقه، تكون طبقة شيخ شيوخه، مفهوم؟ لأن سعيد من طبقة التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم طبقة اللي تكون معه تكون طبقة الصحابة، يبقى إذن لم يعاصر. وأما المدلس يسقط عمن عاصرهم، والأعمش قد عاصر أنس، وصراحة عند أهل التحقيق يسمون ذلك إرسالا خفيا كما سنبين، لكن أنا أردت أن أضرب مثلا. يبقى إذن يتفقان ويفترقان، يتفقان في الإسقاط ويفترقان في أن المرسل لم يعاصر المرسل عنه، وأما المدلس قد عاصر أو سمع من الشيخ الذي دلس عنه، مفهوم؟ يبقى إذن العلاقة بينهما حتى نعرف أن الإرسال والتدليس يتفقان في الإسقاط. فما هو المرسل؟ المرسل لغة من أرسل الشيء
أي أطلقه. وهذا بمعنى وجه ذلك أن المرسل الذي روى الحديث يأتي خارج بن زيد فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي أيوب السختياني مع أن أيوب أقل طبقة أو هو من صغار التابعين، أو الزهري أو الشعبي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرسل هذا الحديث، أرسله يعني أطلقه، أطلقه ولم يقيده براو معروف. لم يأتي سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يأتي الزهري يقول سمعت أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى معنى أطلقه يعني أطلقه ولم يقيده براو معروف اللي هي طبقة الصحابة. وأيضا يأتي في اللغة بمعنى الاسترسال، الاسترسال يعني الاطمئنان، بمعنى أن الراوي الذي أرسل الحديث اطمأن للطبقة التي فوقه اللي هو أخذ منها. يعني تأتي مثلا تقول إن الزهري أخذ الحديث عن أنس، فلما أخذوا عن أنس هو اطمأن، من الذي رواه؟ أنس. وأنس انتهى الموضوع. يعني إيش انتهى الموضوع؟ لا بحث في أنس، أنس معدل من فوق 7 سماوات لا يحتاج لحد يعدله، فكأنه اطمأن لأن الرواية من أنس فأسقطها وأتى بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في قراءة نفسه يعلم أن هذا الحديث صحيح وليس ضعيف لأنه عن رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. ده معنى أيضا آخر للإرسال وهو الاسترسال يعني الاطمئنان. ويأتي بمعنى ثالث وهو تقول ناقة مرسال يعني مسرعة، كأن الراوي يعني في مجلس التحديث استعجل أو استعجله طلبة الحديث فروى الحديث لأنه ما كان عنده وقت، فروى الحديث وأسقط السند فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله عن السلام يعني تعجل في روايته ولم يتأنى ولم يأتي بالطبقة التي فوقه أو التي فوق فوقه. يبقى إذن بمعنى السرعة أو الإسراع وهو العجلة في الرواية فأسقط الراوي. وكل ذلك في اللغة كما قلت بمعنى الإرسال. أما في الصراح علماءنا المحدثين، في الصراح علماءنا المحدثين بالنسبة لهذا الحديث أو بالنسبة للتعريف المرسل أقوال كثيرة جدا، وسنجملها بفضل الله سبحانه وتعالى في أقوال 3، منها ما جاء عن التابعي وما جاء عن غير التابعي، قسمان ورد فيها أقوال 5 أو 6، نجملها تبسيطا وتيسيرا على طالب العلم. منها أولا دائرة، الأولى التابعي، دائرة الثانية عن غير التابعي. إذا الإرسال يتضمن الكلام والتعريف هيختص بالتابعي ويختص في الدائرة الثانية بغير التابعي. أما بالنسبة للتابعي تفرع منه فرعين، الفرع الأول تابعي كبير كسعيد بن المسيب، كعبد الله بن عتبة بن مسعود، كمسلم بن يسار، هؤلاء من طبقة كبار التابعين. فالفرع الأول كبار التابعين، الفرع الثاني صغار التابعين كالزهري فيه أيضا كأيوب وغيرهما، والدائرة الثانية دائرة ما بعد التابعين مطلقة بقى. مطلقة ليست مطيبة. يبقى إذن عندنا دائرتان نتكلم عنهما في تعريف الإرسال في الاختلاف بين العلماء. الأول قول كثير من أهل الحديث أنهم قالوا المرسل هو رواية التابعي بتقييد التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كخرج بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي كبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا هو المرسل. ووجهة ذلك ودقيقوا مع النظر، لأن المسألة كلها مسألة إيش؟ إسقاط. هم بينظروا للإرسال، الإسقاط الصحيح هيكون إسقاط من؟ لو كبير التابعي هيسقط من؟ هيسقط الصحابي. فقالوا إذا أسقط الصحابي فنقول هذا هو المرسل، أن التابعي أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط طبقة الصحابي. قالوا وهذا في غالب ظننا لا يكون إلا من التابعي الكبير. لما؟ لأنه لو تابعي صغير يحتمل أنه يأخذ ممن؟ من التابعي الكبير، لأنه ممكن ما يكون قد أدرك الصحابة، وإلا من عاش دهرا من الصحابة، منهم أنس ومنهم أنا أريد واحد فقط صلى بالناس التراويح وعنده 120 سنة، وأيضا أنا أتكلم طبقة صلى بهم وعنده 120 سنة ومات بعدها، يعني المسألة مات بعدها. سويد بن غفل، سويد بن غفل أيضا عمر كثيرا من الصحابة، فهو هذا نادر، يعني واحد أو اثنان
أو ثلاثة نادر. فالتابعي وأيضا التابعي من يتحمل المشقة في الرحلة عشان يذهب إلى هذا الصحابي أو الصاحب ويأخذ منه الحديث ويروي عنه فيصعب عليه. فإذا قلنا لأنه يصعب عليه فهذا نادر والنادر لا حكم له، هذه وجهة النظر. فإذا قالوا قيدوا قالوا التابعي الكبير كابن المسيب الذي حاصر عمر وعثمان وغيرهما، فقالوا رواية التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الأول في الاصطلاح عند علمائنا. وجمهور المحدثين، وهذا هو الراجح الصحيح، وجمهور المحدثين يرون أن المرسل هو رواية التابعي بإطلاق. إذا قلت بإطلاق يبقى لا تقييد على الكبير ولا الصغير ولا صغار التابعين ولا كبار التابعين، هي رواية التابعي بإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه لا يشق عليه أن يذهب إلى صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه الحديث ويرويه عنه، وهذا موجود إن كان موجودا وإن كان ممكنا فلا بد أن نلحقه بالحكم أو الحكم بالمجاورة. فقالوا بإطلاق هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من الدائرة الأولى. الدائرة الثانية وهذه هي يعني التوسع، هذا غير مرضي بحال من الأحوال، هذا التوسع جاء في كلام الأحناف. قالوا رواية التابعي وغير التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو من المتأخرين قالوا رواية التابعي وغير التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الأحناف وهذا كما قلت غير مرضي بحال من الأحوال. لما؟ لأننا إذا قلنا بأن احتمال الصدق في المرسل هو الصحابي فاحتمال الضعف إيش؟ قليل. وإذا قلنا بأنه تحت التابعين بل تحت أتباع التابعين فاحتمال السقط يكون كثير، ويكون احتمال الضعف إيش؟ كبير وعظيم. فهذا توسع غير مرضي. يبقى الأحناف قالوا التابعي رواية التابعي أو غير التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نفس الدائرة قال بعض العلماء كل منقطع مرسل. فقالوا إسقاط راوي من طبقة من طبقات الإسناد يكون هذا انقطاع. قل مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه، أو نقول لا حتى سلسلة الإسناد تكون إلى المصنف، من يروي عن زيد؟ من؟ لما تقول على استحياء؟ أحسنت قولا. مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة الإسناد. مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل مثلا يأتي مالك عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بأن زيد بن أسلم لا يروي عن السلام ومن طبق التابعين فقد أسقط أباه، فقد أسقط أباه. هم يقولون هذا الصق بأباه عند من؟ عند الأولين يقولون ده مرسل. طيب مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط زيد بن أسلم. مالك عن زيد بن أسلم لا عن أبيه، مالك عن أبيه أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط زيد. هذه الطبقة التي أسقطها مالك تعتبر ليست من التابعين ولا من أتباع التابعين، أو نقول من أتباع التابعين. فقالوا أي سقط هنا العلماء قالوا أي سقط أو أي انقطاع في طبقة من طبقات الإسناد يعتبر إرسال، يعتبر إرسال. وهذا الذي نقله ابن عبد البر أنهم يعتبرون أي سقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، بس بشرط أن يكون راوي واحد، لأنه لو سقط أكثر من راوي هيكون معضل. وهم يقولون لا، المنقطع مرسل، فأي سقط راوي من أي سند من أي طبقة من طبقات السند يسمى مرسلا. وهذا أيضا توسع غير مرسل. إذا المرسل هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما رواه التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإطلاق، أو ما سقط منه راو في أي طبقة من طبقات السنن. هذا معنى المرسل اصطلاحا عند علمائنا. طيب هذا المرسل ما حكمه؟ حكم المرسل إيش؟ جاء في حكم المرسل تسعة أقوال، وهذه ليست بالهينة، تسعة أقوال في حكم المرسل. هذه الأقوال التسعة التي جاءت في حكم المرسل نجملها أيضا في قاعدة بسيطة جدا، ألا وهي الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. بحكم المرسل عند علماء الحديث الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. الرد مطلقا هذا بجمهرة من علماء الحديث، علماء الحديث جمهور علماء الحديث كأحمد وغيره، وإن كانت في رواية أخرى عن أحمد أنه يقبل مطلقا، ابن المديني والقطان وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن معين وغيرهم من المحققين من المحدثين يرون الحديث المرسل ضعيف وليس بحجة كما رجح النووي.
يبقى جمهور المحدثين يرون الرد مطلقا. هذا الحديث المرسل ضعيف. لما ضعيف؟ ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا فقط، وهذا الفقط يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أيضا أن يكون تابعيا، لأنهم قالوا بإطلاق رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة، فقالوا يحتمل أن يكون صحابيا. فإن كان صحابيا فلا كلام، لأن الصحابة عدول، وإن كان تابعيا فننظر إن كان ثقة أو ضعيف أو واهم أو ضابط أو غير ضابط. فلما نشأ هذا الاحتمال قلنا لا يمكن أن نأخذ بهذا الحديث. لما؟ لأنه يحتمل الإسقاط هذا أن يكون من الضعفاء فيضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرد مطلقا، ووجه ذلك أن الثق نحن لا نعلمه إن كان صحابيا أو إن كان تابعيا. إن كان صحابيا فلا كلام، لكن يحتمل معه أن يكون تابعيا فيكون الضعف في هذا الإسناد. القول الثاني القبول مطلقا، وهذا قول الأحناف حتى مع التوسط، وهذا قول الأحناف وقول بعض المالكية ورواية عن أحمد. فقول الأحناف وقول المالكية ورواية عن أحمد قالوا القبول مطلقا. ووجهة نظر هؤلاء القوم قالوا من أسند فقد أحال، قاعدة عند المحدثين، ولذلك ترى كثير من علمائنا عندما ينظروا في الكتب المتقدمة يقولون هؤلاء قد برأوا ساحتهم، حتى لو في كتبهم بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة قد برأوا الساحة. لما؟ أسندوه، أتوا بسلسلة الإسناد، ومن أسند فقد أحال، يعني برئت ساحته. ولذلك المجلد الطبري في تفسيره كله إيش؟ أسانيد، تاريخ كله أسانيد. هذه الأسانيد فلعلك تقف على الأسانيد وتنظر هل السند ضعيف أو السند صحيح. ثم قالوا من أسند فقد أحال، يعني أحالك على التعب والشقاء والبحث حتى ترى هذا الإسناد صحيح أم لا. لكن هو إذا أرسل على النبي وكان ثقة من الرواة أرسل على النبي فقد أراحك، ما أسند ولا أحال، لكن هو قال لك أنا أثق بأن رواية هذا الحديث صحيحة. إذن وجهة نظرهم أنه لما أثقت قد تأكد من صحة الحديث فحمل عنك هذا العناء وقال لك هذا، كأنه يقول بالتصريح هذا الحديث صحيح فخذه مني واعمل به. هذه وجهة نظر الذين قالوا بالقبول مطلقا، قالوا لأن من أسند فقد أحال وأتعبك في البحث، لكن من أسقط وأعطاك وهو ثقة فهذه دلالة على أنه يعلم يقينا أن هذا الحديث من الصحة بمكان. القول الثالث التفصيل. التفصيل فما هو التفصيل؟ التفصيل أيضا فيه أقوال كثيرة سنبينها ونجملها في أمرين، النظر إلى المرسل والنظر إلى المرسل. طب أحد ممكن يفسر لي ما قلته أنا الآن؟ القول الثالث التفصيل. التفصيل هذا له نظران، النظر الأول نظر إلى المرسل، والنظر الثاني نظر إلى المرسل. ها المرسل اللي هو الراوي، الراوي، والنظر الثاني المرسل. إيش المرسل؟ المتن نفسه، ننظر في المتن. يبقى إذن الأقوال حتتشعب بالنظرين هذين، اضبطوا هذا الله يكرمكم. فإذن الأول النظر إلى المرسل. قال علماؤنا إذا أرسل الثقة بعد أن تتبعنا مراتيله فوجدناه لا يرسل إلا عن ثقة يؤخذ حديث ويؤخذ مرسله ويعمل به كمراسيل ابن المسيب. وقد قالوا أن الشافعي يقول أحسن المراسيل بعد التتبع هي مراسيل سعيد بن المسيب، كان لا يرسل إلا عن ثقة نقبوا وبحثوا هو أسقط من، فما رأوه إلا أسقط الثقات. إذن سلم الحديث من الضعفاء، فقالوا أولا النظر إلى المرسل، فإن كان المرسل من الثقات أخذنا حديثه حجة، وإن كان من غير الثقات يعني لا يرسل عن الثقات فحديثه ليس بحجة. مثل الحسن البصري قال فيه العلماء مراسيله كالريح، ابن جريج وغير هؤلاء، فمرسيله كالريح يرسل عن الضعفاء وعن الثقات يأخذ من كل أحد، قالوا فهذا مراسيله ضعيفة. يبقى إذن النظر الأول إلى المرسل، فإن كان المرسل ثقة يرسل عن الثقات أخذنا مراسيله حجة وعملنا بها. وهذا الذي حدث كما قلت رجحه بعض علماء الشافعية، وإن كان فيه تعقيب وتفصيل ليس هذا أوانه، لكن نقول مراسيل ابن المسيب بعد التتبع كان لا يسقط إلا الثقات ولا يرسل إلا عن الثقات. إذن القول الثالث بالنظر إلى المرسل، إن كان يرسل عن ثقة قلنا حجة، وإن لم يرسل عن الثقات كالحسن البصري فليس بحجة. يبقى هذا القول تفصيل بين القولين الرد مطلقا والقبول مطلقا. أيضا من التفصيل النظر إلى المرسل اللي هو إيش؟ المتن. فينظرون إلى المتن
فيقولون هذا المرسل يمكن أن نعمل به ونتخذه حجة. كيف ذلك؟ قالوا إذا جاء من طريق آخر مرسلا، مثلا قل جاءت هذه الرواية عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسلا. لما؟ لأن سعيد ليس من طبقة الصحابة فأرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاءت رواية أخرى بنفس المتن، نفس المتن كان يقول مثلا كل مولود مرتهن بعقيقته، فيأتي الرواية عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشعبي إيه؟ مرسل، هو الآن من كبار التابعين، فالشعبي عن النبي، فيأتي مرسل ابن المسيب كل غلام مرهون بعقيقته، ويأتي مرسل ثاني للشعبي كل غلام مرهون بعقيقته، فهذا المرسل ينصب مع هذا المرسل يتفقان. فنقول إذا جاء المرسل من طريق آخر غير الطريق الأول، يعني مخرج آخر غير المخرج الأول، فإن هذا الطريق يعدد الطريق الأول فيحتج به، لأن العلماء يقولون ضعيف مع ضعيف يتقوى أحدهما بالآخر. وكان بعضهم بيمثلوا تمثيل بسيط للطلبة، يقول لو واحد مثلا عنده ضعف في رجله أو في يده، وجاء رجل آخر عنده نفس الضعف في رجله أو في يده، فأخذ هذا بيد الآخر، ماذا يحدث؟ يتقوى هذا بالثاني ويسيرون، يعني ممكن إيه نقول بالذأ يأتون، فهذا يرتقي للحسن لغيره. فنقول المرسل الأول إذا جاء من طريق آخر يكون حجة، هذا كلام الشافعي. وأيضا قال إذا جاء من طريق آخر مسندا أيضا يقوي المرسل، وهذا مأخوذ على الشافعي، يعني هذه أخذت على الشافعي أنه قال والمرسل حجة عندنا إذا جاء من طريق آخر من مخرج آخر أو جاء من رواية أخرى مسندة. فقالوا علامة تقول مسندة؟ إذا كانت الحجة ليست ها في المرسل، فالمسند إذا جاء يغنينا عن المرسل فلا نأخذ به. قلنا هذا المأخذ فيه نظر، تعرفون ما النظر؟ لا، أنتم فهمتم المأخذ على الشافعي الأول؟ لا ما فهمتم، نوضحه مرة ثانية. المأخذ على الشافعي، الشافعي يقول إن كانت هذه الرواية مرسلة لو جاءت من طريق آخر مسندة أخذنا بهذا المرسل. قالوا لو ولم تأخذ بالمرسل وقد أغناك الله بمن؟ بالمسند، فلا عبرة أن تقول هذا تقوى بالمسند، ما المسند فيه غنية، وهذا مأخذ جيد، لكن ممكن يرد عليه بإيش؟ لا، هو يقول من رواية مسندة صحيحة، يعني جاء من طريق آخر مسند يعني صحيح، فالغنية في المسند الصحيح، صح ولا لا؟ فكيف نرد؟ هات محمد خلاص هي عندك. أحسنت، الثمرة في ذلك عند التعارض، لو جاء مثلا المرسل هذا مع المسند في حكم يقول طلاق الحائض يقع، وجاء مسند آخر منفرد أهو، يبقى إذا عندنا كم رواية في طلاق الحائض يقع؟ روايتان بالتمثيل، المسندة والمرسلة، وجاءتني رواية واحدة مسندة، تقول لا طلاق الحائض لا يقع، عندنا ظاهرهما إيش؟ التعارض، هذا يقول يقع وهذا يقول لا يقع. عندما لا نستطيع الجمع، عند علمائنا قالوا إن لم نستطع الجمع فعلينا بالترجيح، والترجيح له سبل وأساليب، من هذه السبل كثرة الطرق ترجح على انفراد الطرق، فهنا عندي كم طريق؟ طريقان، وإن كان مرسل معه الطريق الثاني، وهنا عندي كم طريق؟ يبقى طريقان تغلبان طريقا واحدا. يبقى الثمرة إن عند التعارض حيكون من المرجحات أن هذه المسألة جاء فيها طريقان، وهذه المسألة ليس فيها إلا طريق واحد. فهمتم؟ يبقى إذن كلام الشافعي يقول إذا جاء مسندا من طريق آخر يقوي هذا المرسل وننتفع به عند التعارض. قال والقول الثالث أن يعمل به جم غفير من العلماء، أو تكون له فتوى العلماء، أو يعمل به علماء العصر، فإذا عمل به علماء العصر غلب على الظن أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي قال إذا الحكم عندنا في المرسل لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، بل التفصيل، ننظر في المرسل إن كان يرسل عن ثقات قبلناه، وإن كان لا يرسل عن ثقات كالحسن المصري ما قبلناه، وأيضا ينظر إلى المرسل المتن فيقول إن المتن عدد بمتن آخر وجاء من طريق آخر أخذناه، أو كان له فتوى عالم من العلماء أيضا قبلناه. هذا التفصيل. كما الراجح في ذلك؟ الصحيح أولا التقعيد التفصيلي الذي لا بد أن نأخذ به، كل مرسل ليس بحجة، لا بد لطالب علم أن يؤصل أولا ثم إذا أراد أن يخرج يخرج على هذا التفصيل، كل مرسل ليس بحجة، لأن اشتراط علمائنا في تصحيح الحديث أن يتصل إسناده، وهذا غير متصل، قد أسقط الراوي من روى عنه ونحن لا نعلم إن كان ثقة أو أكانه
ضعيفا. يبقى كل مرسل ليس بحج إلا إذا كان الذي أرسل لا يرسل إلا عن الثقات. ليس ابن المسيب فقط، يعني المسألة ليست خاصة بابن المسيب، لأن بعضهم يحسب إن هي خاصة بابن المسيب، لا، ومن كان في حاله، يعني كل من أرسل عن الثقات يؤخذ إرساله. يبقى إذن إلا من كان إذا أرسل أرسل عن ثقة، من كان إذا أرسل أرسل عن ثقة، هذا هو الراجح الصحيح. يبقى إذن كل مرسل ضعيف إلا من كان إذا أرسل أرسل عن ثقة. وأيضا قول الشافعي بأنه اعتضد بغيره. يبقى لنا مسألة في الإرسال، وهو إذا قلنا حكم المرسل مردود، فما حكم مرسل الصحابي؟ فالإرسال إرسالان، إرسال من التابعي وإرسال من الصحابي. وهل يتصور أن الصحابة يرسلون؟ هم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يقول قالوا أكثر أبو هريرة، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالسبقة بالتجارة، وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، فالمجالس متوفرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فكيف يرسلون؟ نقول نعم، هو متصور في صغار الصحابة، عشان متصور في صغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعبد الله ابن عمرو بن العاص، ها متصور فيهم لأنهم من صغار الصحابة، فصغار الصحابة يرسلون. وقد ورد إرسال عن عائشة نفسها التي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت حديثا، أحد يعرفه؟ ها بداية الوحي أحسنت. طب كيف يكون مرسلا هذا؟ أسكت أنت، كيف يكون مرسلا؟ عائشة تروي تقول وكان بادي الأدب الصحيحين أول الأمر من رسول الله في الوحي أنه كان يتحنث إلى العدد في غار حراء، فهذه تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مرسلا؟ ما كانتش اتولدت في حال من الأحوال؟ متأكدين يا إخوة؟ طب بين لي ذلك تاريخيا. تتزوج عند 19 سنة عند خالد الجندي، وتروح توديه وراء الأكمة، تروح تقول له اخلع هذه التقية التي يعني ترتديها حتى نضبط عقلك، فتنساق للبخاري ولا تتنطع، وترد على البخاري وتقول ولو البخاري هو اللي روى هذا الحديث انا ليه عقل اقبله ولا ما اقبلوش. النبي الرحيم يتزوج بنت عندها 6 سنين ده يموتها، هم يقولون ذلك، وهذا غباء، غباء محكم بحق. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عقد عليها هذا بإسناد كالشمس وفوق الشمس متفق عليه بين البخاري ومسلم، قالت تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين، عندها 6 سنين، وانت تقول ولو كان البخاري لنا ليه عقل؟ لا، دع عقلك خلف ظهرك وكن مع الاثار افضل لك، ولا تكن معتزلا حتى لا تضرب على ام رأس. انا ما اقول لك، انا اقول له اترك الكلام عقل، انا برد على ما قلت الان تاريخيا، بين لي انها لم تعاصر هذه القصة. 13 سنة في مكة؟ نعم. طيب خلصت ازاي؟ لا خلصها للاخ، خلصت عندكم؟ طيب يا خلصت عندي، لكن انا عايز اشوف خلصت عندهم ولا لا. نعم، يبقى كده ما اتولدتش. ايه رايكم؟ مش عايزين لا يوافقوك ولا يخلفوك، وهذا عجب، انا مش فاهم. ناصروه طيب، ما شاهدت الحته اللي فاتتها؟ 9 بنى بيها ب9 وهي عندها 9 سنين. احسن، يبقى فرق سنه او سنتين، وهذه واضحه جدا جليه، ووافقوه. يعني هو الساكت لا ينسب له قول، لكن عندنا هنا السكوت معناه الموافقه، اقرار يعني، توافقوك على ذلك. فإذا عائشة رضي الله عنها أرسلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس أرسل عندما قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، لما رجع ابن عباس قال سمعت من أسامة بن زيد فأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم المرسل؟ إذا أخذنا حكم المرسل المطلق نأخذ حكم مرسل الصحابي. مرسل الصحابي ورد فيه أقوال عن أهل العلم أيضا، القول الأول قالوا يقبل مطلقا، والقول الثاني قالوا هو وباقي المراسيل سواء، يبقى حكم المرسل اللي احنا فصلنا فيه القول. والقول الثالث التفصيل قالوا ننظر ان كان ممن ياخذ من التابعين لا، فالمرسل ايش؟ لا يكون حجه. نعم، كيف هذا؟ ده حدث هذا وام هذا. ابن عباس كان ياخذ عن كعب الاحبار، عبد الله بن عمرو بن العاص كان ياخذ عن كثير من التابعين حقا. ولذلك القاعدة، شوف أنتم الآن تنشغلون بالحديث والتفسير، القاعدة عند علمائنا في التفسير إن جاءت الرواية عن ابن عباس في الغيبيات، يعني في الغيبيات ولا تحتمل إلا الرواية، فلا تأخذ عن ابن عباس، ما تخدش حكم الرفع. لما؟ لأنه كان يأخذ عن كعب الأحبار الإسرائيليات، كان يأخذ منه الإسرائيليات، فقد روى عنه الإسرائيليات.
فقالوا إذن إن كان يأخذ عن التابعين فالمرسل ضعيف. والراجح الصحيح في ذلك قولا قاطعا مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابي حجة، لأنهم كلهم عدول وعدلهم الله من فوق سبع سماوات وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى التعديل. فمرسل الصحابي حجة بلا نزاع. والرد على المخالف في من قال هو كباقي المراسيل نقول لا والله لا يستويان مثلا، ويشتركان في الفضل، يشتركان في الفضل لقوله السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهم من أهل الخيرية نعم، لكن لا يستويان مع أصحاب رسول الله. ولك أو إليكم نبأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يكون لبيان عظم مكانة الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. انظروا أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وهناك رواية في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزون فئام من الناس فيقال لهم، هنا نشوف الفتح فقط ببركة الصاحب الذي نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. اللهم اجعلنا نتمتع بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة ونكون معه. فانظر يغزون فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم لا قتال ولا شيء، بركة فقط الصحبة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. فيغزون فئام، وهذا أيضا في الفضل، فيغزون فئام فيقال لهم أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. إلى الثالثة، فهذه فيها دلالة على فضل الصحابة على غيرهم. إذا لا يستويان مثلا، التعديل جاء من فوق سبع سماوات، التعديل جاء من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول. أما قول القائل الذي قال هم يأخذون عن التابعين، هذه من الندرة بمكان، وما كان ابن عباس ولا عبد الله بن عمرو بن العاص يأخذون عنهم رواية النبي، كانوا يأخذون إيش؟ الإسرائيليات. ولذلك نحن توقفنا في قبول الإسرائيليات أو الغيبيات عن ابن عباس أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن رواية عن النبي هذا من أندر ما يكون أن يروي الصاحب عن التابعي عن رسول الله، إذ الصحابة متغافرون، فله أن يأخذ عن الصاحب الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينزل بالسند وعنده العلو، والنزول مذموم هنا إذا وجد العلو. فالصحيح الراجح في ذلك في الرد عليهم أن الصحابة لا يأخذون عن التابعين إلا النذر اليسير، وهم لا يأخذون إلا عن الصحابة. ومرسل الصحابي مرسل حجة وهو صحيح، لا بد من العمل به. سبق لنا مسألة أخيرة في الكلام على المرسل، الفرق بين المرسل والمرسل الخفي. الإرسال الخفي، أولا الإرسال هو رواية التابعي عن الصحابي على الراجح، فالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي، فالتابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، اضبطوا لأن هذا هو الفارق. يبقى الإرسال هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يعاصر النبي. أما الإرسال الخفي هي رواية الراوي عن شيخ عاصره، شيخ معاصر كسليمان بن مهران عاصر أنس، الوقت واحد معه، عن شيخ عاصره لم يروي عنه شيئا، هو إذن ليس شيخا له، لم يروي عنه لكن وجدت عنده إيش؟ المعاصرة، هو معاصر له. مثل الآن مثلا، أنت الآن وشيخ أبو إسحاق مثلا، أنت معاصر ولا غير معاصر؟ معاصر له، لكن أنت ما تستطيع الرحلة إليه ولا تأخذ منه شيئا، فأنت معاصر له. ممكن أن تروي عنه الحديث بسندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رويت عنه الحديث هذا يسمى، أنا إذا نظرت في محمد الذي يروي عن شيخ إسحاق أقول قد أرسله عن أبي إسحاق حفظه الله، قد أرسله عنه، يعني إيش؟ يعني أنه معاصر له، وهو ليس بشيخ له، لم يعلمه ولم يملي له أحاديث، هو معاصر له فروى عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا أرسله عنه. يعني لابد أن يكون في واسطة بينه وبين من؟ وبين شيخ إسحاق، لأنه لم يجلس معه في مجلس التحديث ولا سمع منه، فأرسله لأنه معاصر. يبقى إذن الفارق هو الإرسال الخفي، هو رواية الراوي عمن عاصره، شيخ معاصر له، رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهو لم يسمع منه شيئا أصالة. إذن يتفقان ويفترقان، اللي ضبط التعريفين هو اللي ممكن يقول يتفقان في كذا ويفترقان في كذا. وردد على ما سمعكم التعريف، أنا سأجعلك أنت تجيب إن شاء الله بس صبرا. أولا الإرسال رواية التابعي
عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعاصر، صح؟ الارسال الخفي رواية الراوي عن شيخ قد عاصره في عصره موجود، عن شيخ قد عاصره يروي عنه ما لم يسمع منه، انتهى؟ ورد ثانية، اذا بالتعريفين يتفقان ويفترقان. تجيب آتي ما عندك. جيد جيد، ممكن يكون شيء اوضح من كده عندك يا ماضي، هات بالاسم يعني يتفقان في الارسال، والله صحيحة لك تحتاج لتفسير. اردد على مسامعكم، الارسال رواية التابعي عن النبي، والتابعي لم يعاصر، طيب وانا كده وضحتها خالص كده. الثاني الارسال الخفي رواية الراوي عن شيخ عاصره، وهذه تتصور بالنسبة للصحابة طالما كده تتصور رواية المخضرم عن النبي عشان يكون اقرب. طب مين المخضرم؟ راجل فحل المخضرم، كبير السن، شايب، عجوز، كاد يموت، لذلك سموه مخضرما، وعنده حنكة وفطنة، هذا معنى مخضرم، صح؟ انزل الشارع وسال العامة قل له هذا رجل مخضرم، يعني رجل خلاص طبق المسألة وهو هذا المخضرم، صحيح؟ عندك تعريف غير هذا؟ ما تقولش التابعي بقى، قل صحابي بالعصر وتابعي بالرواية، صح؟ صح، ممكن يقول ذلك، بعضهم قال ذلك، لكن هم الصحيح الراجع ان هو يكون في طبقة التابعين، لكن هو ارقى منزلة من طبقة التابعين. المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية والاسلام وعاصر النبي، لكنه لم يلقى او لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا مخضرم يبقى عندنا الارسال رواية التابعي عن النبي، والارسال الخفي رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كده واضح؟ الحمد لله. طب يتفقان ويفترقان، يتفقان في هات ما عندك، يتفقان في الإسقاط، احسنت وجزاك الله خيرا، ويفترقان في المعاصرة. اذا التابعي قد اسقط راوي بينه وبين الصحابي، صحيح ولا لا؟ وايضا المخضرم قد اسقط الراوي الذي بينه وبين النبي، يبقى يتفقان في الإسقاط ويفترقان في المعاصرة. المخضرم قد عاصر النبي، والتابعي الكبير لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام على الإرسال، ثم ندخل بعد ذلك بإذن الله نستهل الكلام على التدليس، وهل هو تهمة ولا غير تهمة، والمدلسون، ومن الذي ممكن أن يمر تدليسه في الصحيحين أو في غير الصحيحين، ومن الذي أكثر عن شيوخه، من الذي أكثر من التدليس، من الذي تهم بالتدليس ودافع عنه الذهبي وابن حجر، هذا إن شاء الله نفصل فيه. واصبروا وصابروا، هكذا العلم مثله مثل المدافع، ما تستطيع أن تحتمله أولا، لكن إذا أخذت عليه وجدته كالماء البارد. أي درجة من العلم، يعني أنا أقول لأي أخ يعلم أن طلب العلم شاق جدا في بدايته، بعد ما يعني تسرع في السلم الأول ترى نفسك كالسهم، كثير كالسهم والله. ولذلك ما من علم يشق على الإنسان فيصبر عليه ويصابر ويظهر لله أنه صادق في طلبه إلا فتح الله عليه الفتوح التي لا يمكن أن تفتح على مثله. واصدق الله يصدقك، واشرب ماء زمزم كثيرا على العلم، فقد شرب من هم أفضل منا جميعا على طلب العلم، فمنحهم الله ما لم يتصوروا. فابن حجر كان يقول كنت آتي ماء زمزم، هو مصحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، كنت آتي ماء زمزم وأشرب حتى أصل لحفظ الذهبي، الذهبي كان فحلا رجلا موسوعة في حفظ الحديث، فقال شربت ماء زمزم لأصل لحفظ الذهبي، فما لبثت إلا أن تفوق على حفظ الذهبي. وأيضا أبو بكر بن العربي قال شربت كثيرا ماء زمزم ليؤتينا الله الفقه والعلم، يعني الفقه والحديث، وأتاه الله لأنه كان مفسرا محدثا بارعا، قال وليتني تدارست الأمر أن شربت ماء زمزم على العلم والعمل، قال ليتني تدركت ذلك. واصدق الله يصدقك، وكلما استيقنت في ربك أتاك الله بما تريد. أنا عند ظن عبدي بي وأختم لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، ويوما ما ستعرف الفرق الكبير بين شبه مجلس العلم وبين مجلس الوعظ والتذكير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.